السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم القوة المحركة الكهربائية المستحثة في ملف للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. نتذكر مع بعض شروط تولد قوة محركة كهربائية مستحثة. 1- وجود موصل دائرته مغلقة. 2- وجود حركة. 3- وجود مغناطيس. 4- حدوث تغير في التدفق المغناطيسي. إذن سبب توليد التيار هو تقطيع خطوط المجال أو ما يسمى تغير في التدفق المغناطيسي، أو بفعل تغير في عدد خطوط المجال المغناطيسي. 4- هي أهم شيء. عند إدخال المغناطيس بسرعة في ملف عموديا على مستواه، ينحرف مؤشر الجلفانومتر لحظيا في اتجاه معين، وعند إخراج المغناطيس بسرعة خارج الملف ينحرف مؤشر الجلفانومتر في الاتجاه المضاد أيضا لحظيا. عند توقف المغناطيس عن الحركة يتوقف مؤشر الجلفانومتر. لاحظ التجربة هنا. الاستنتاج: تتولد قوة محركة كهربائية لحظية مستحثة، وتسمى الظاهرة السابقة بالحث الكهرومغناطيسي. القوة المحركة الكهربائية المستحثة في ملف. إذا قربنا القطب الشمالي للمغناطيس من أحد طرفي الملف فإن ذلك الطرف يصبح قطبا شماليا. لاحظ الرسم هذا. هذا السهم يشير إلى تقريب قطب شمالي من هذا الملف، يتولد به تيار تأثيري يولد مجالا مغناطيسيا بحيث يجعل هذا الطرف له قطبا شماليا. وإذا حركنا القطب الشمالي للمغناطيس بعيدا عن الملف يصبح ذلك الطرف قطبا جنوبيا. هنا قطبا شماليا، تقريب شمالي. نلاحظ هنا هذا السهم يشير إلى إبعاد قطب شمالي، يتولد هنا تيار تأثيري يولد مجالا مغناطيسيا يكون قطبه هذا هو جنوبي. كيف يتم ذلك وعلى أي أساس؟ اتجاه التيار المستحث يعتمد على نوع التغير في التدفق، هل هو زيادة في التدفق أم نقصان في التدفق، والذي وضع هذه القاعدة هو العالم لينز. إن اتجاه التيار المستحث في الملف أو أي دائرة مغلقة يكون دائما بحيث يولد مجالا مغناطيسيا، يعني التيار المستحث يولد مجالا مغناطيسيا يقاوم التغير في التدفق، يقاوم الزيادة بالنقصان ويقاوم النقصان بالزيادة. نوضح ذلك بالرسوم التالية. لدينا الرسم الأول هذا. هذا السهم يشير إلى تقريب قطب شمالي من حلقة. خطوط المتجهات الخضراء هي المجال المغناطيسي للمغناطيس الثابت، والمتجهات البنفسجية هي المجال المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث. إذن عند تقريب قطب شمالي من الحلقة هذه يزداد التدفق الذي يجتاز الحلقة، يتولد تيار تأثيري يولد مجالا مغناطيسيا يعاكس هذه الزيادة، لذلك هذا الاتجاه، ويكون هذا القطب للحلقة هو N. نحدد اتجاه التيار التأثيري باستخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى. الأصابع الأربعة تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي اللي لونه بنفسجي، والإبهام يشير إلى اتجاه التيار التأثيري. نلاحظ أن اتجاه التيار التأثيري هنا بهذا الشكل، يعني عكس عقارب الساعة. نجي للرسم الثاني. عند إبعاد قطب شمالي عن الحلقة
أي يحدث نقصان في التدفق المغناطيسي في الحلقة، يتولى التيار تأثيري يولد مجالا مغناطيسيا يعاكس هذا النقصان، يعني يحاول زيادة هذا النقصان. هذا اتجاه المجال المغناطيسي التأثيري. لو طبقنا قاعدة قبضة اليد اليمنى حيكون عندنا هذا الطرف S، ويكون اتجاه التيار التأثيري مع عقارب الساعة. بتطبيق القاعدة قبضة اليد اليمنى، الأصابع الأربعة باتجاه المجال والإبهام باتجاه التيار للحلقات أو للملفات. نعيد ذلك كلاميا. عند تقريب قطب شمالي من الملف يتولد فيه تيار كهربائي مستحث في اتجاه معين، بحيث يكون، إذا في البداية ما بتعرف أنت اتجاه التيار، بحيث يكون قطبا شماليا عند طرف الملف المواجه للقطب الشمالي، فيقاوم حركة الدخول بالتنافر. إذا من هالنتيجة أنت بتقدر تحدد اتجاه التيار التأثيري. عند إبعاد القطب الشمالي للمغناطيس من الملف يتولد في الملف تيار كهربائي مستحث في اتجاه معين، بحيث يكون قطبا جنوبيا. إبعاد قطب جنوبي، تقريب قطب شمالي، إبعاد شمالي بيظهر جنوبي، تقريب شمالي بيظهر شمالي. فبنجي للرسمة الثالثة، هنا تقريب جنوبي، إذن حيصار عنا جنوبي، وهذا اتجاه التيار، اتجاه المجال المستحث. بتطبيق القاعدة قبضة اليد اليمنى نلاحظ اتجاه التيار التأثيري، هذا هو. هذا إبعاد قطب S، حيظهر هنا N، وهذا اتجاه المجال التأثيري، وهذا اتجاه التيار. شوي تعب على حالك منشان تتدرب عليهم. قانون فاراداي والقوة المحركة الكهربائية المستحثة في دائرة. عندما يتغير تدفق المجال المغناطيسي خلال دائرة كهربائية تتولد فيها قوة محركة كهربائية تأثيرية يتناسب مقدارها مع معدل تغير التدفق بالنسبة للزمن. كيف نعبر عن ذلك رياضيا بهذا الشكل؟ القوة المحركة الكهربائية المستحثة، قطبية القوة المحركة، زمن التغير في التدفق، التغير في التدفق المغناطيسي، عدد لفات الملف. وهذه تعبر عن معدل تغير التدفق مع الزمن. قانون فاراداي بتعبير آخر هو مقدار القوة المحركة الكهربائية المستحثة في دائرة مغلقة يتناسب طرديا مع المعدل الزمني للتغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتازه. هذا تعريف والثاني تعريف. على الطالب أن ينتبه أن نحسب التدفق المغناطيسي من هذه المعادلة، A مساحة السطح، وB المجال، وثيتا الزاوية بين المجال والعمودي على السطح. يمكن توليد تيار مستحث في دائرة مغلقة بتغيير أي من الآتي: إذا غيرنا المجال يتغير التدفق، إذا غيرنا مساحة السطح يتغير التدفق، إذا غيرنا زاوية ميل السطح على المجال يتغير التدفق. مثال: حلقة دائرية منفردة، يعني N تساوي 1، نصف قطرها 22 سنتيمتر، حولته لمتر بالقسمة على 100، توضع في مجال مغناطيسي منتظم مقدار شدته، إذا هذه B،
بحيث يكون مستوى الحلقة عموديا على اتجاه المجال، هذا المجال وهذه الحلقة وهذا العمود على الحلقة، معناته سيتا صفر بين بي وإي. أخرجت، ننتبه لهذا، أخرجت الحلقة من المجال، معناته التدفق النهائي صفر خلال هذا الزمن. إذن دلتا تي تساوي هذا المقدار. احسب متوسط القوة المحركة الكهربائية المتولدة في الحلقة خلال هذه الفترة. قانون تعويض جواب، هذا القانون عوضنا. دلتا فاي عبارة عن فاي النهائية ناقص فاي الابتدائية. فاي النهائية عبارة عن صفر، فاي الابتدائية عبارة عن A في B في كوساين الصفر. ومنعود A عبارة عن باي في R تربيع، هذه عبارة عن A، وهذه عبارة عن B، وهذا كوساين الصفر، وهذا الجواب. طلعت القوة المحركة موجبة. ماذا يعني ذلك؟ الإشارة الموجبة تعني أن التيار المستحث اللحظي يولد مجالا مغناطيسيا لحظيا باتجاه المجال الأصلي، وهذا يتفق مع قانون لينز، حيث التدفق الذي يجتاز سطح الحلقة يقل بسبب خروجها من المجال. وفي أمان الله.